عايز بنعمة ربنا أكلمكم عن موضوع هو قول الرب أنا هو الأول والآخر. أنا هو الأول والآخر. ربنا قال الكلام ده في سفر إشعياء النبي، قال أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية، الألف والياء، قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون. ونفس هذا الكلام ورد في سفر الرؤيا الإصحاح الأول آية 7 وآية 13 و17، برضو الرب لما ظهر ليوحنا الحبيب في جزيرة بطمس قال له أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. طبعا ربنا ما فيش حد قبله أبدا، لأن هو خالق الكل، فمش ممكن حد قبله، وإلا يبقى مش مخلوق، ويبقى اللي قبله هو اللي أوجده، ويبقى اللي قبله هو الله الحقيقي. فالله ليس له بداية ولا يوجد أحد قبله، فهو الأول، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا الأول وأنا الألف إلا الله وحده. لكني لا أريد أن أكلمكم في هذه الليلة من الناحية اللاهوتية. الناحية اللاهوتية إثبات لاهوت الله من حيث هو الأول والألف، ده أمر معروف، إحنا معتادين نتكلم بطريقة روحية، فعايز أكلمكم النهاردة بطريقة روحية. الله ينبغي في حياتك أن يكون هو الأول من جهة الزمن ومن جهة الأهمية. فالله هو الأول في حياتك لأنه هو الأول الذي خلقك، وينبغي أن تعطيه الأولوية في الأهمية والأولوية في الوقت. لما تقول في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، وكان الله اللوغوس، أي في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الله الكلمة، تقصد في البدء من جهة الأزل. ومن جهة التأمل الروحي تجعل الله في البدء بالنسبة لك، بالنسبة لك. ولذلك نجد في الصلاة الربانية نضع الله في البدء، في الأول. سبع طلبات الثلاثة الأولى خاصة بالله في الأول، نقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فأول طلبات خاصة بربنا قبل ما نطلب أي طلبات أخرى خاصة بحياتنا نحن على الأرض. وهكذا في الوصايا العشر نجد أن الأربع وصايا الأولى المكتوبة في الحجر الأول خاصة بربنا، والوصايا اللي بعد كده في الحجر الثاني خاصة بعلاقتنا الأرضية. الحاجات الخاصة بربنا: أنا الرب إلهك، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما، لا تسجدهن ولا تعبدهن، باختصار يعني، ولا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، وأذكر يوم الرب اللي تقدسه. دي الوصايا الأولى. الوصايا الثانية خاصة بالعلاقات البشرية، من أول اكرم أبك وأمك، ولا تقتل، ولا تزني، ولا تسرق لأخوك. فيبقى الله في الأول. بنطلب الطلبات الخاصة بربنا ونأخذ الوصايا الخاصة بربنا قبل البشر، لأن الله في الأول.
ولذلك السيد المسيح قال لنا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. يعني لما تيجي تطلب يكون ملكوت ربنا في الاول وبعد كده كل الطلبات الاخرى. قال حتى بعد كده كل هذه تزدادونها. فلازم الانسان يضع في ذهنه ان يحط ربنا في الاول في كل شيء، حتى في الحب. يقول ايه الوصية الاولى؟ تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. والثانية تحب قريبك كنفسك. فيبقى الله في الاول في كل تعاملنا، نضع الله في الاول. ولهذا ايضا يقول من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحق. اللي يحب ابن او ابنة او اخ او اخت او زوجة او اي حد ولا حتى نفسه اكثر مني يبقى لا يستحق. فلازم لما ربنا يقول انا الاول، انا الالف، انا البداية، يبقى انت تخلي ربنا في حياتك هو الاول، الاول في الاهمية بالنسبة لنفسك. حتى حياتك كلها تنكر ذاتك وربنا في الاول، زي ما قال يوحنا المعمدان ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. هو في الاول. وزي ما بنقول في المزمور ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا. فلازم الانسان يضع ربنا في الاول قبل كل شيء وقبل كل احد. وهكذا قال الرسول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. تحط ربنا في الاول، الاول في الحب، الاول في الطاعة، الاول في كل المعاملات. ولا تجامل احدا على حساب الله ايا كان، لا تجامل احدا على حساب الله. لما انت تكذب عشان تنقذ واحد او تساعد واحد على الغش، يبقى خليت الواحد ده في الاول وربنا بعد كده. لما تدافع عن واحد بطريقة خاطئة، يبقى خليت ربنا نمرة اتنين والواحد ده نمرة واحد. والكتاب بيقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكره للرب. لازم ربنا يكون في الاول. وهكذا نجد في دعوة القديسين والانبياء كان هذا الامر واضحا جدا. دعوة ابينا ابراهيم ابي الاباء، ربنا قال له ايه؟ قال له اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن وطنك من بيت ابيك واذهب الى الجبل الذي اريك، هناك اباركك واجعلك بركة. ابراهيم خلى ربنا في الاول واهله وارضه وعشيرته وبيت ابيه دي بعدين، لكن ربنا في الاول. بل ايضا لما ربنا قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريك اياه، ده ابن وحيد اللي نلته بعد صبر 25 سنة، ابن المواعيد. لا، ربنا الاول والابن يبقى بعدين، الابن الوحيد يبقى بعدين. هذه حكاية انا هو الاول، ربنا هو الاول. نفس الوضع بالنسبة لموسى النبي، كان ابن ابنة فرعون
مركزه كأمير، مركزه في الجيش، مركزه من جهة الاحترام في القصر الملكي. يقول إن حسب عار المسيح أفضل من كل خزائن فرعون. ساب كله لكي يكون الله هو الأول، لا غنى ولا جاه، لكن وصية الله وإنقاذ الشعب. الله هو الأول في كل الاهتمامات. المعمدان برضو، انت المسيح قال لهم لا، ده انا مستحقش احل سيور حذائه، ده يأتي بعدي من كان قبلي، من هو اقدم مني، ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. هو الاول لكن انا بعدين. مشكلة الانسان ان بيحط نفسه في الاول ورغباته في الاول وآماله وشهواته في الأول، ويبقى ربنا بعدين، عشان كده بيضل. ايه سبب الخطية كلها؟ انك بتحط نفسك في الأول، لكن لو تحط ربنا ووصاياه في الأول مش ممكن تخطئ أبدا. خذوا مثلا حنة أم صموئيل، يجي لها ابن المواعيد بعد دموع كثيرة وبعض الصلوات وبعض مشاعر، تقول ابني ده أديه لربنا يخدم ربنا طول حياته. أنا ما اتمتعش بهذا الابن، لكن يتمتع به هيكل الله ويكون الله هو الأول. وهكذا في كل عملية تكريس، في كل عملية تكريس، ما يجيش المكرس يقول مستقبلي ووظيفتي وعيلتي وإيرادي، ربنا هو الأول. يا ما عندنا أشخاص اختارهم الشعب كله وزوجاتهم قالوا لا ما يبقاش قسيس. ليه؟ لأن مش ربنا هو الأول. الشخص الذي يضع الله في الأول يضحي من أجل الله، مش بس يضحي بأحد أقاربه يكون مكرسا، ده يضحي بحياته. هو كل الشهداء كيف صاروا شهداء؟ ازاي بقوا شهداء؟ بل المعترفين اللي تألموا من أجل الإيمان كيف صاروا هكذا؟ وضعوا الله في الأول، وضعوا الله في الأول. أنت يا رب في الأول، الإيمان بيك، ملكوتك، محبتك، معرفتك، وبعد كده حياتنا دي رخيصة قدامك. أنت الأول. بولس الرسول يقول ايه؟ يقول خسرت جميع الاشياء وانا احسبها نفاية من اجل فضل معرفة المسيح، لكي اعرفه واوجد فيه. هو في الاول، وانا اخسر كل شيء من اجل ربنا. بتخطي لما بتجعل نفسك في الاول وربنا بعدين. أنا عايز 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 وربنا نأجله شوية، هذه المشكلة. طب ما السيدة العذراء كانت عايزة تعيش لربنا وتعيش عذراء طول عمرها، وطبعا ما كانتش تفكر إنها تخلف عيال، لكن لما أرادت ربنا إنها تصير أم قالت ليكن ليك قولك، أنت يا رب في الأول. فربنا وهبها الابن ووهبها العذراوية والبتولية أيضا معه، فأنجبت ابن وبقيت عذراء. لكن هي قالت له ليكن ليك قولك. حكاية أن ربنا يبقى في الأول دي من ضمنها مسألة البكور،
مثلا مسألة البكور، وصية البكور تلاقوها موجودة في خروج إصحاح 13 آية 1، بيقول قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم إنه لي، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم إنه لي. وكان البكور لله من الإنسان ومن الحيوان حتى من ثمرات الأشجار وثمرات الحيوانات أيضا. البكور لله كل بكر كل فاتح رحم إنه لي. بعدين استبدل حكاية البكور باللاويين، تخلي حقوق ربنا في الأول. خد مثلا البكور من مرتبك، من وظيفتك، من كل مال يصل إليك، حق ربنا يبقى في الأول. في ناس من جهة العشور ما بيدفعوهاش أو يتأخروا فيها، لأن يقول لك حق ربنا ده نأجله ونشوف في الأول احتياجاتنا. ده أنا أفهم الإنسان بقى اللي يحب ربنا أول ما يجي له إراده يروح خاصم العشر في الأول، حطه في الصندوق بتاع ربنا وقل نتفاهم في الباقي، لكن الله يبقى الأول. مش أقعد أشوف احتياجاتي وبعدين أشوف ربنا فضله ولا ما فضلوش، لا فضله ولا ما فضلوش، يعني ما اعتبرتوش الأول. لازم يكون هو الأول. لحتى ربنا بارك الذين أعطوا من أعوازهم، يعني حتى ولو كانوا ما يقدروش يدفعوا لأن ما عندهمش كتير، لكن برضو لازم يفضلوا ربنا على أنفسهم مهما اعتازوا، يبقى وضعين ربنا في الأول. حتى من جهة الوقت تعطي ربنا بكور وقتك، يكون هو في الأول، يكون هو في الأول، يعني أول شخص تكلمه في اليوم هو ربنا، أول إنسان يكون لك صلة به في يومك هو ربنا، أول حديث يكون لربنا، تعطي البكور لله. لذلك داود يقول يا الله إلهي إليك أبكر، وربنا يقول الذين يبكرون إلي يجدونني. تديله البكور في الوقت، تخليه هو في الأول. احنا بنقدس اليوم الأول من الأسبوع عشان يبقى أول الأسبوع لربنا، ده اليوم الأول، ونفضل ربنا على كل حاجة. نقول ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ خسر نفسه يعني خسر ربنا، لأن نفسه حياتها في ربنا. تخلي ربنا يكون الأول في توزيع وقتك، الأول في اهتماماتك. ساعات الإنسان يقول صحتي مركزي عملي وقتي، وما يحطش ربنا. لا، ربنا في الأول وبعدين الحاجات دي كلها تيجي بعدين، وإلا معناها إيه؟ أنا هو الأول، أنا البداية، أنا الألف. إزاي تبقى كده؟ تمر إزاي بالنسبة لنا؟ يا ريت مثلا تخلي الصلاة تسبق كل عمل عشان يبقى ربنا في الأول. احنا نيجي ناكل نقول لا، في الأول نكلم ربنا وبعدين ناكل، في الأول نطلب بركة ربنا وبعدين ناكل، أنا الأول والآخر. وبرضو ينتهي الأكل بالصلاة، يكون ربنا في الأول وفي الآخر. يا ريت في العمل أول ما تبتدي أي عمل تصلي،
وتنهي العمل بالصلاة. يا ربنا في الأول والآخر. لو التقيت مع إنسان وخايف اللقاء تصطدموا ببعض تختلفوا تتكلموا من هنا، أول ما تشوفه تصلي وتقول يا رب مرر المقابلة دي على خير، ولما ينهيها على خير تصلي وتقول له أشكرك يا رب، يبقى ربنا هو في الأول والآخر. بتشتغل في شغل، أول ما تخش مكان عملك تصلي إن ربنا يجعلك ناجح في العمل وأمور العمل تمر مظبوط، وفي الآخر تقول له أشكرك يا رب إنك مررت اليوم ده على خير. حتى إن كانت حدثت فيه مشكلة تقول له أرجوك يا رب تحل المشكلة. يبقى الله في الأول وفي الآخر. أمال إزاي يقول أنا الأول وأنا الآخر والبداية والنهاية والألف والياء؟ دول الناس اللي ربنا لهم علاقة بيه بحيث يخلوا ربنا هو الأول وهو في الآخر. طبيب بيعمل عملية، قبل ما يعمل عملية يصلي يقول يا رب إيدك قبل إيدي، أنت اللي تمسك إيدي في كل أجزاء العملية، وبعد ما ينهي العملية يشكر ربنا. يبقى ربنا الأول والآخر. كل عمل من الأعمال، حتى الست في البيت وهي بتطبخ تبتدي بالصلاة وتنهي بالصلاة، ويبقى الطبيخ متسبك بالصلاة، لأن ربنا موجود في الأول وموجود في الآخر. غير طبعا الأكل اللي ما فيهوش صلاة. بتخش بيت تزور ناس، جايز تخش وتاخد الناس بالأحضان وتتكلموا أهلا وطيبون وازيكم سلامات، وربنا برضو ما دخلش في الأول. لكن ربنا بيقول إيه؟ وأي بيت دخلتموه قولوا سلام لأهل هذا البيت. نخش ونلشم الصليب ونصلي، ولو نصلي في سرنا، ولو نصلي واحنا بنخبط على الباب. اجعل يا رب الزيارة دي زيارة مبروكة، زيارة تمجد اسمك القدوس. اعطينا الكلام اللي نقوله، واعطينا محبة ونعمة في اعين الناس، يبقى ماشي مظبوط. ربنا في الاول، في الاول قبل ما تخبط على الباب، في الاول قبل ما تضرب الجرس، في الاول قبل ما يفتحوا لك، وتبقى زيارة مبروكة. وفي الاخر برضو وانت خارج تشكر ربنا. ده بولس الرسول بيقول صلوا من اجلي لكي اعطى كلاما عند افتتاح فمي، يعني عايز الصلاة قبل ما يتكلم لكي يعطى كلاما عند افتتاح فمه. ده اللي الرسول عايزه، ان يكون ربنا في الاول في بدء الخدمة. ناس كتير ما بيبتدوش الخدمة بالصلاة، عشان كده خدمتهم ربنا مش موجود فيها في الأهمية ولا في الوقت. في إنسان بيخدم تلاقي يقول لك النشاط في الأول، النظام في الأول، الطاعة في الأول، المنهج في الأول، التحضير في الدرس في الأول، لكن ما بيقولش ربنا في الأول. بتبقى خدمة بعيدة عن جو الصلاة، لأن ربنا لم يوضع في الأول. ربنا لما نخليه في الأول يبقى هو اللي بيقود المسيرة، هو اللي بيتقدم الصفوف، وبنقول حيث قادني أثير. هو اللي موجود في الأول، هو ووصيته وملكوته في الأول والباقي بعدين. واحد يسيب الخدمة لأنه يقول أنا تعبت فيها، يقول له أنت بتفكر في نفسك وتعبك، ما بتفكرش في ربنا، مفروض يكون في الأول. واحدة ست بتربي ابنها، كل اللي هي عايزاه صحة الولد
نمو الولد، أكل الولد، لبس الولد، نظافة الولد، تعليم الولد، لكن ما يفكرش ارتباط الولد بربنا، جنسه ايه مش موجود. ده ابنك ده انت بتاخديه من الكنيسة يوم العماد، وفي يوم العماد بنديه لربنا في الأول، بنديه لربنا في الأول لكي يموت ويقوم مع المسيح، لكي يأخذ البنوة لله في حياته، لكي يأخذ روح الله يسكن فيه في حياته. هل أنت بتهتم بابنك هذا الاهتمام وفي تربيته بتضع ربنا في الأول ولا لا؟ هذا اللي احنا عايزينه. عكس كده الناس اللي ما وضعوش ربنا في الأول وفشلوا. ازاي بقى؟ خدوا لوط. لوط أراد أن يختار الأرض. يختار الأرض إيه؟ الأرض المعشبة، الأرض اللي يربي فيها غنماته وتاكل وتشرب ويغتني، لكن ما وضعش إن ربنا يكون في الأول، وإلا ما كانش يسكن سادوم. هو وضع الأول الأرض المعشبة. بعكس إبراهيم، قال أخذ الأرض القحلاء زي بعضه لكن ربنا يكون معايا، هو ربنا الأول والآخر. لذلك لوط خسر كل شيء. ليه؟ لأنه لم يضع الله في الأول، وخرج كده مفيش يا دوب، وقالوا له اهرب لحياتك، ضع منك كل شيء لكن كفاية نفت بجلدك. الغني الغبي نفس الوضع، ما حطش ربنا لا في الأول ولا في الآخر. الشاب الغني اللي سأل المسيح ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، ما حطش ربنا في الأول، حط في الأول غناء، حط في الأول غناء ومحبته للمال، عشان كده مضى حزينا وخسر المعيشة مع ربنا. الناس اللي أنكروا الإيمان، الواحد اللي بيغير دينه عشان يطلق مراته، ولا هي تغير دينها عشان تطلق زوجها، ربنا مش في الأول. ده الأول هو التخلص من هذا الرفيق المتعب في الحياة، ما حطناش الأول. وهكذا كل من ينكر بدافع الخوف، بدافع الشهوة والرغبة أن يحصل على شيء، ما حطش ربنا في الأول، حط في الأول شهوته ورغبته وربنا مش موجود. يونان اللي زعل من ربنا حط كرامته في الأول، أقول كلمة يبقى الكلمة دي هي اللي تنفذ، أقول المدينة يحل عليها غضب ربنا وتنقلب يبقى تنقلب. طب وإن ربنا غفر لها أزعل، ليه؟ كرامتي راح. يبقى في الأول كرامته في الأول. يا مناس ضيعوا نفسهم عشان وضعوا نفسهم في الأول. عشان كده المسيح لكي يعالج هذا الأمر قال إيه؟ من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته، في الأول ينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. لكن لو وضع ذاته في الأول انتهت العملية كلها، ينكر ذاته. وكذلك في كل الشهوات الأخرى، في كسر كل وصية. اللي ما بيصومش ما بيصومش ليه؟ صحتي وشهوتي واللي بحبه واللي ما بحبوش وربنا ضاع، ما بقاش هو الأول. كذلك الذين بحثوا عن الأولوية لزواتهم، الرسل اللي كانوا بيختلفوا بينهم وبين نفسهم ويقولوا من سيكون الأول، مين اللي يجلس على اليمين ومين اللي يجلس على الشمال،
ومين اللي يتقدم الصفوف ومين يقول الأول؟ طب ما هي الأول دي اللي ضيعت الناس كلها، حتى الناس اللي عايزين يعينوا بطرس الأول. أول إيه وبتاع إيه؟ الأول هو ربنا، الأول هو ربنا. الأنا هو الأول، أنا هو الألف. من يدير، من يدبر، من يرأس، كل دي عوامل ضيعت كثير من الهيئات، لأن فكر الإنسان أن يكون هو الأول مش ربنا. لو أراد ربنا يبقى الأول يبقى يتضع ويقول أنا في الآخر، أنا أطلع إيه، يقعد آخر الصفوف ويخلى ربنا هو اللي. لا تركز على نفسك إطلاقا، لا تركز على نفسك، لا تجعل نفسك هي الأولى. لا المناقشة بتضيع ليه؟ واحد بيركز على نفسه، رأيي هو الأول، رأيي هو اللي ينفذ، يبقى ضاعت الحكاية. ما يقولش ربنا هو الأول، ربنا اللي قال لي تخفي ذاتك، اللي قال مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ما قالش كده، يبقى راحت الحكاية. ايه اللي انت عايزه في حياتك؟ هل ربنا هو الأول هو الهدف، ولا انت الأول وربنا هو الوسيلة التي توصلك إلى الهدف إذا كنت تقيا وبرا؟ لأن في ناس عايزين وسائلهم تبقى عملية، لكن حتى هؤلاء الأبرار عايزين يبقى هم الأول وربنا هو الوسيلة مش هو الهدف. دي ما تنفعش، لأن جعلوا أهدافهم هي الأولى حتى لو كانت أهدافا سماوية. لكن شوف واحد زي داود يقول له طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس، أنا عايزك أنت، مش عايزك أنت، مش عايز خيراتك. في ناس مش جعلين ربنا الأول، جعلين الخيرات اللي تأتي من ربنا هي الأولى، ومن أجلها يصلون، فيصلوا من أجل الخيرات وليس من أجل الله الذي يعطي الخيرات. لكن داود النبي يقول له ايه؟ معك لا اريد شيئا على الارض، انا مش عايز حاجة، واحدة طلبت من الرب وياها التمس، ان اسكن في بيت الرب كل ايامي لكي انظر نعيم الرب واتفرس في هيكله. احنا بنفشل في حياتنا لما ربنا ما يكونش هو الاول، لما تكون الاولويات حاجات تانية كتيرة كتيرة كتيرة، كرامتنا، مجدنا، شخصيتنا، رغباتنا، شهواتنا، الذات هي اللي تكون الأول مش ربنا، عشان كده بنضيع. ولذلك اسأل نفسك، هل ربنا داخلك ولا خارجك؟ هل ربنا هو الكل في الكل بالنسبة لك، ولا ليك أولويات أخرى بتهتم بيها، وليك أهداف أخرى بتهتم بيها؟ ولا في إنسان بتحبه أكتر من ربنا وبتضحي بربنا من أجله؟ لازم يكون ربنا هو الأول، ولازم ربنا يكون الهدف ما يكونش الوسيلة. الأشخاص اللي جعلوا ربنا الأول دخلوا في نمو أكثر من هذا. تقول لي طب إيه النمو اللي أكثر من إن ربنا يبقى الأول؟ نموا حتى صار الله بالنسبة لهم هو الكل في الكل، مش بس بقى الأول، بقى الوحيد، مفيش غيره، الله هو الكل، هو الأول وهو الآخر وهو البداية وهو النهاية. أبتدي حياتي بيه وأنهي حياتي بيه، أهو كده يبقى مظبوط، هو الأول والآخر. أول واحد أعيش من أجله وآخر واحد أستقبله في نهاية حياتي، ويبقى هو الأول وهو الآخر وليس غيره، يبقى هو الله هو الكل في الكل وليس سواه.
ولذلك كثير من الناس الذين يجعلون الله هو الأول في حياتهم، حتى لما يصلوا يصلوا صلاة التسبيح، الصلاة التي يتأملون فيها صفات الله الجميلة، زي صلاة السرافيم بتاعت الثلاث تقديسات، ما بيطلبش حاجة، هو بس بيطلب ربنا، بيتغنى بجمال ربنا. زي مريم الجالسة عند قدمي المسيح، ما طلبتش منه حاجة وما اهتمتش بأي حاجة، الحاجة إلى واحد وهو الله، هو الأول وهو الوحيد، وما فيش حاجة إلى جوار ربنا أبدا. هو الأول وهو الآخر في الأبدية. الذين يتمتعون بالله في الآخر في الأبدية هم الذين جعلوه في الأول في هذه الحياة على الأرض، لهذا يعيشون في الله ويعيش الله فيهم، الذي له المجد من الآن إلى الأبد.